سيسيلياسون صافي دير السيسي، السيسي تاع مصر، راكم تديروا نفس الشيء لكن خايفين ودايبينوا بالتدريج. هذا المره هذا تبون مادام هو ناوي يقعد في النظام، باغي النظام يقعد في الحكم حتى يحمي نفسه ويحمي شنقريحه ويحمي كل العساكر والسارقه. لكن هنا تبدا السرقه تاع الجزائر وتخريب الجزائر، لانهم غادي يبيعها تبون لفرنسا. فوز علي فوار ابري سا فيزيت ان فرانس، يروح لفرنسا، غادي يروح لفرنسا لان فرنسا راهي تساعد فيه. سو كو فو نو سافي با في الجزائر انه لومباساد فرونسيز اون الجيري سي تيل كي كوموند. هاي باش تعرف، باسكو هذيك لومباساد دو 30 هكتار، لومباساد هذيك 30 هكتار فيها مخابراتهم حتى اللي تساعدهم في تقتيل الجزائريين. هذا اللي لازم تعرفوا السر هذا. إذا ما فهمتوش هذا الشيء، والله مشي في الجزائر ومشي في العساكر تاع الجزائر، لا جستابو فرونسيز كي على او نيفو دو لامباساد فرونسي اجي. هذا هو اللي لازم يعرفوا الشعب. هذا اللي كنت باغي نقولو لخوتي في هذا الموضوع. كان واحد قال لي